سنتحدث الآن عن شخصية وطنية فلسطينية قد توفيت يعني قبل ساعات بالأمس. أتحدث عن الدكتور رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، من الشخصيات الفلسطينية المعروفة والمشهود لها، ويعني كان هنالك توافق بين الفصائل الفلسطينية على فضل الدكتور رمضان على القضية الفلسطينية ودوره وجهاده. وأنا أتحدث عن الدكتور يعني رمضان، هو دكتور حصل على درجة الدكتوراه من كبريات الجامعات يعني العالمية، وأخذ دكتوراه اقتصاد من جامعة في بريطانيا، ودرس يعني كان أستاذ في إحدى الجامعات الأمريكية، جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، من أيضا كبريات الجامعات العالمية، درس فيها يعني خرج فيها الطلاب، فهو كفاءة أكاديمية كبيرة الحقيقة. ولكن عندما عاد إلى فلسطين وأصر على أن يعني يبقى في وطنه وأن يخدم بلده بمقاومة الاحتلال الصهيوني، فتولى منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي من سنة 1995، واستمر يعني وكان متهما، وهذا اتهام شرف يعني من قبل قوات الاحتلال وحتى القوات الأمريكية التي أدرجته الـ FBI على قائمة المطلوبين لديها، وكان متهما على العديد من العمليات الجهادية خلال الانتفاضة الثانية، وترك منصبه يعني قبل سنتين تقريبا لظرفه الصحي، وتوفي يعني بعد مرض عضال وهو بعمر مش كبير 62 سنة رحمة الله عليه. هذه معلومات سريعة لندخل إلى تفاصيل في تقرير أيضا يتحدث عن المرحوم بإذن الله رمضان شلح. والله لو أنهم وضعوا كل أقمار الأرض في يميننا وكل شموسها في يسارنا على أن نتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو ذرة من القدس فلن نقبل. فرق مختلف لمن ترك شيئا مختلفا في نفوس الفلسطينيين، فلا أصعب من الرحيل ولا أثقل من الموت حين يخطف الرجال. وأي رجال هؤلاء؟ إنهم الأثر الظاهر والفعل الذي لا ينسى والفكر الراسخ في الأجيال التي لم تأتي بعد. رمضان عبد الله شلح، الفعل الذي سبق القول وهدوء رجل يتحول بلحظة إلى بركان، أبرز القيادة الفلسطينية، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامية. كلمات الرجل وأفعاله حضرت بعدما حضر الموت بلحظة واحدة، فلا المعروف ينسى ولا الانتماء والتضحية ولا المواقف التي لم تسجل على الرجل خطيئة واحدة حتى في حلقة السياسة. نعى الفلسطينيون قائدا مختلفا عاش صلبا حتى لقى الله، فعزاؤهم سيرة حسنة وإرث كبير ومقاومة بعتاد وإرادة. استهدفته إسرائيل طيلة السنوات الأخيرة، وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة الشخصيات الإرهابية ولاحقا على قائمة المطلوبين. هذا بالنسبة للفلسطينيين وسام كبير زفوا الرجل به حتى بعد مماته. اختلف رمضان عبد الله بمواقفه الوحدوية وخطابه الجامع، فالرجل الستيني لم يرحل بشكل عابر، بل جسد الخسارة بأشكالها المختلفة. كيف لا؟ وقد خسر العالم أصلب رجال التحرر فيه. القدس والبندقية كانتا البوصلة الحقيقية، فكثيرون ينادون بهما القلائل فقط من يسعون فعلا ويدفعون الموت ثمنا. فها هو الموت مجددا يصيب الفلسطينيين في مقتل، فسيرة نضالهم ملأى بنماذج الرجال ومصانع القوة والإرادة الذين غيبهم الموت لكنهم لم يغيبوا من ذاكرة القضية. كان هذا تقرير زميلنا محمد الأطرش، وتفاصيل أكثر اسمحوا لنا أن نرحب من قطاع غزة بالكاتب والمحلل السياسي القدير الدكتور مصطفى الصواف. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء النور، حياكم الله وبارك الله فيكم. بداية يعني عظم الله أجركم بوفاة الدكتور رمضان رحمة الله عليه، وسؤالي دكتور يعني ماذا خسرت القضية الفلسطينية بوفاة الدكتور رمضان؟ ما هو الأثر الذي سيزول بعد
يعني خسران هذا القائد دكتور رمضان شلح. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم، ورحم الله الدكتور رمضان شلح أبو عبد الله رحمة واسعة وأدخله في الفردوس الأعلى من الجنة. عزاؤنا الوحيد أن الدكتور عبد الله أسس لطريق ممهد، وهذا في حد ذاته هو الدور الأكبر الذي لعبه الدكتور أبو عبد الله في دعوته للمقاومة قولا وعمل، وتأسيسه أو المشاركة في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي حتى باتت اليوم رقما يعتد به، وزودها بكل ما يملك من أدوات المقاومة حتى تشتد. أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يحضن كثيرا من قادته، ولا أعتقد أن المقاومة يمكن أن تخسر، ولكن خسرت جهد هذا الرجل. نعم. ليس من لحظة وفاته، ولكن له لديه أو له سنة أو أكثر وهو في حالة من المرض الشديد. نعم. ولكن طالما أنه أسس وسلم الراية لمن حمل بعده الأمانة، أعتقد أن هذا في حد ذاته هو شرف كبير لهذا الرجل. جميل. وقد سبق الدكتور رمضان الدكتور المؤسس الإسقاطي، سبق. نعم. كل أولئك أيضا الشيخ أحمد ياسين والرمتيسي والشلطلة كبيرة من الشهداء. وأنا أعتقد أن صحيح ربما نشعر بفقدان أسى لمثل هذه القيادات، ولكن هذا ربما يدفع باتجاه تحقيق الأمان التي كانوا يسعون إليها، وليس هذه الشهادة وهذه الوفاة يمكن أن تكون نوع من التراجع، بل على العكس قد تكون دافعية أكبر نحو تحقيق الهدف الأساسي. دكتور، يعني من سيرة الدكتور رمضان أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا، ودرس في كبريات الجامعات الأمريكية، يعني كفاءة أكاديمية كبيرة، ولكنه ترك ذلك، وربما كان بإمكانه أن يسطر نجاحات كبيرة على المستوى الأكاديمي والتدريس والبحث وغيره، ولكنه آثر إلى أن يكون جزءا من حركة جهادية على أرضه في فلسطين. دلالة ذلك وهذه الكفاءات الفلسطينية التي كانت ممكن أن تبرع في مجالات، ولكنها اختارت مجال الجهاد في سبيل الله وبرعت به. وبرع. هذه أيضا من قبل قائد توسم المقاومة، قائد دعا إلى تشكيل قوة قادرة على التحرير. وأعتقد أن الدكتور رمضان شلح لو أراد الدعا وأراد الركون إلى وظيفته وشهادته العليا التي عمل بها سواء كان في الجامعة الإسلامية أو في بريطانيا التي حصل من خلالها على شهادة الدكتوراه، ربما كان علما آخرا غير علما للمقاومة، ولكنه اختار الطريق الأصوب، اختار الطريق التي تحقق له السؤدد والريادة، اختار طريق الجهاد والمقاومة، اختار طريق تأسيس لحركة جهادية كبيرة في فلسطين إلى جانب أخواتها من كتائب القسام وغيرها من القوى المقاومة التي استطاعت أن تهز هذا الكيان من خلال ما قامت به. نعم. يعني هنا دكتور أنا أحب أختم فيها، هي فكرة البعض، بعض من يريد أن يعني يقلل من تضحيات الرجال وتضحيات من يخوض طريق الجهاد في سبيل الله، ومن من يعني من ضمن فريق من يعتبر أن فلسطين ليست قضيتي، يقول يعني أن هؤلاء المجاهدين وكأنهم يائسين من الحياة، وتعبيرا عن يأسهم من الحياة وعن فشلهم من تحقيق النجاح في حياتهم فيختاروا الموت. إذا ممكن تحدثنا بهذه الفلسفة وكيف أن كل هذه الكفاءات والقدرات لمن يعني يجهل بتاريخ فلسطين وتاريخ الشهداء في فلسطين وكان لديهم خيارات عديدة بالحياة وأن يحققوا نجاحات عديدة، ولكنهم آثروا واختاروا ذلك الطريق عن قناعة. نعم، يعني أنا أعتقد المثال واضح، لو أردنا أن نضرب مثالا في كل الشهداء الذين سبقوا الدكتور رمضان والذين سيلحقوا بالدكتور رمضان، هم لو أرادوا الحياة التي يريدها أولئك الذين يحاولون نقص الانتقاص من قيمة الشهادة، هم لا يدرون ما معنى العمل، هم عملوا وجدوا وكونوا واستطاعوا، ولو أرادوا ما أراده هؤلاء الذين ينتقصون من قيم الشهداء لربما كانوا أعلاما في مجالات أخرى، ولكن اختاروا أن يكونوا شهداء من أجل فلسطين بعد أن يواصلوا المشوار. أعتقد أن دكتور فتحي الإشقاقي كان بإمكانه أن يجلس ويمارس مهنة الطب كما يريد،
وكذلك الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وليس بحاجة إلى أن نقول من هو. كذلك الدكتور عبد الله لو أراد أن يأخذ هذه الطريق لربما على شأنه، ولكن أصبح الآن صاحب شأن أكبر في ظل المقاومة. لا أحد يرى هذا الموت، ولكن الموت في سبيل الله وفي سبيل فلسطين أعتقد أنه أسمى آيات الموت. ولذلك المقاومة وقيادتها هي التي يمكن من خلالها تحرير فلسطين. هم لا يدعون إلى الموت، هم يحبون الحياة، ولكن الحياة الكريمة وليس حياة الذل التي يحياها أولئك الداعين إلى الانتقاص من قيمة الشهادة والشهادة. جميل جميل، كلام رائع، تشرفنا بك دكتور وسعدنا بالاستماع إلى ما تفضلت. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى الصواف من قطاع غزة العزة، الكاتب والمحلل السياسي المعروف. ومن هذا الكلام الرائع والجميل من الدكتور مصطفى وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء. شاكرين لكم دائما وفاءكم وحسن متابعتكم. مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا وأنتم بأفضل حال بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.